طيب ابقى معنا أستاذ رضوان بوهيدل بالحديث عن التغييرات. أيضا اليوم كان بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أشار بأن رئيس الجمهورية وافق على سلسلة التغييرات والاقتراحات والتعيينات الجديدة. كان المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ قد أشرف اليوم على تنصيب عدد من المسؤولين. رئيس أمن ولاية بجاية سابقا عين مراقب عام للشرطة بصفته مدير شرطة الحدود. تغيير أيضا على مستوى الإدارة العامة وعلى مستوى مديرية الشرطة القضائية. تنصيب مديرة للمستشفى المركزي للأمن الوطني سابقا مراقب الشرطة ماضي سلمى، ولأول مرة امرأة بمرسوم رئاسي بصفة مدير الصحة النشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية. أيضا تنصيب المفتش الجهوي لشرطة الغرب سابقا مراقب الشرطة بصلاح يحيى بصفته مدير الموارد البشرية، وتنصيب مدير الدراسات المكلف بالأمانة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني سابقا مراقب الشرطة فيصل حساني بصفته مدير التكوين. هؤلاء جاءوا كلهم في يعني في مناصب بدلا عن مسؤولين آخرين. وحركة التغييرات في إدارة الشرطة وأمن الولايات تم تقديمها حسب بعض القراءات باعتبارها يعني نوع من التغييرات الكبيرة أو ثورة هادئة في جهاز الشرطة. تميزت بتعيين وإنهاء مهام 5 مدراء مركزيين و17 رئيس أمن ولاية مع تعيين ولأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية امرأة على رأس أمن ولاية. أستاذ رضوان بوهيدل، يعني ما هي القراءة الأولية؟ هل هذا تغيير يمكن إدراجه في إطار قرارات عادية كانت إدارة الشرطة بحاجة إليها، أم أنها تغييرات استثنائية أيضا في ظل كل التغييرات الأمنية التي تطال أجهزة أخرى؟ لا، هو لو ربطناها فقط بالسياق، السياق أعتقد أنه عادي، يعني كان تغييرات في هذا المختلف مصالح الأمنية سواء في الشرطة أو الجيش أو الدارك إلى آخره، تكون في هذه الفترة تاع 5 جويلية واحتفالات 5 جويلية، فيه ترقيات، فيه ناس يروحوا إلى تقاعد، حتى لو كان الناس ربما فشلوا إلى آخره في أداء ربما مهامهم، حتى أنه بعض الناس تم يعني ربما وضعهم تحت الحبس الاحتياطي بعد حادثة مثلا مقتل الشابين في عجلة الطائرة لو تذكر أخي قادة، أيضا تم إيقاف عدد من المسؤولين على المستوى الجهاز الأمني، لكن ذلك الوقت كان استثنائي. لكن أعتقد أنه هذا الظرف وهذه التغييرات هي عادية. أتفق معك بالعكس في نقطة لما قلت أنها تغييرات كبيرة، هي بالفعل كبيرة، وخليني أقول أيضا هي تغييرات تبدو ربما عميقة في جهاز الشرطة لكن عادية، لا يجب أن نهول ونكثر التأويلات لماذا هذه التغييرات. أعتقد هي لضخ دماء جديدة لإعطاء فرصة لجيل جديد ربما يتماشى مع التقنيات الجديدة، مع الأسلحة الجديدة، مع التكنولوجيات الحديثة التي يتمتع بها جهاز الأمن الوطني. لذلك أنا خليني أميل أكثر أن يقول أنها تغييرات عادية لضخ دماء جديدة.